قاطن بالحي المحادي للسكة الحديدية بسلوان، السكة التي تمر وسط سلوان وتشكل خطرا على الساكنة بصفة عامة، حيث كلما مر إلا وتتعرض فتاة أو امرأة أو كهل إلى الموت. والمطالب ديالنا في هذه الساعة بالنسبة للمسؤولين هو قنطرة على الأقل لفك العزلة على المنطقة. المنطقة ديالنا ما عندهاش قنطرة، خصنا لابد تكون قنطرة، خاصة أن دوارنا محادي للسكة الحديدية المعروف بدوار الليل. وهناك دوائر عديدة في جانب على جانب الجنبات السكة التي لا تتوفر على صور. السلام عليكم ورحمة الله. أنا كنسكن بدوار الليل بسليوان في الناظور. عندنا مشكلة ديال هاد قنطرة ديال السكك الحديدية، ما دايرين الناس الممر فين كندوزو، وكل خطرة كتوفاها إما بنت صغيرة إما إمرأة. غير البارح توفات واحد البنية صغيرة تما، طلعت لسكة صغيرة لأن ما كانش في ديك السكة ما عندهاش يعني شي صور باش ما يبقاش يدوزو فيها الناس. غير البارح بنية صغيرة مولات 4 سنين قطعت تما، جات تران ضربها داز ما شافهاش كاع، ما وقفش مرة. يعني والديها راهم مأزمين، وحنا حتى حنا رحنا مأزمين في الدوار، لأن خصنا واحد الممر ديال الراجلين، وخصنا ديك السكة يعني يديروا ليها واحد الصور باش بنادم يبقى يعرف فين ما يدوش فيها. غير اللي جا كيقطع فيها كيصدق يعني ميت. ونتمنى من الله ومن المسؤولين يشوفوا في هاد المسائل هادو، لان راه معرضان وليداتنا للخطر، وكل خطره كيمشي فيها اما راجل اما امراه، وهذا الشيء بزاف علينا، خصنا يعني يشوفوا في هاد المسائل هادو. شكرا. السلام عليكم. انا الاسم ديالي بو عزيز، ومن الساكنه ديال هاد الدواور هادو. وهاد الناس راهم حنا كنعانيو بزاف من هاد المشكله هذا ديال هاد السكه، راه كل 6 شهور 4 شهور كيوقع حادث في هاد الشيء هذا. وهاد السيد هذا اللي وقعت له هاد الفاجعه هذا راه صديق ديالنا، وواحد الحاله مسكين ما غاديش نقول لكم كيفاش هي. احنا كنطالبوا المسؤولين والناس اللي عندهم سميتو في هاد الشيء هذا يشوفوا قناطير لهاد الدواور هادو. كاينه وحده في دوار بوي غنجاين، دوار الليل ما فيهش، تا وليت بو 6 ما فيهش. واللي مسؤولين ومكلفين بهاد الشيء هذا ديال السكك الحديد يديروا لنا قناطير لهاد الناس. راه اليوم كيمشيو ولاد هاد الناس، غدا غيمشيو الولاد ديالنا حنايا. يعني راه هادشي هذا غادي تدريجي، وهاد الحوادث الدراري راه ما مرات اللي كيدوزو منهم راه غير صور اللي كيدوزو منو الدراري كيمشيو للمدرسه، يعني دراري صغار. يعني راه ما يمكنش والديهم كيمشيو معاهم صباح وعشيه ولا. راه هادشي يعني حنا كنطالبوا من الناس اللي هما مسؤولين الله يرحم الوالدين يشوفوا شي حل لهادشي. راه هاد السكه الحديديه كدوز وسط الدواور. يعني هاد السيد راه دقات هاد البنت هادي وداز ما وقفش نهائيا كاع، واش شافها ولا ما شافهاش. والله يرحم الوالدين اللي عنده شي 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 مكانه ولا شي مسؤوليه في هذا الشيء هذا يحرك شي ساكن. الله يرحم الوالدين وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من الاخوه الله يجازيكم خصنا نسوا شويه المصلحه، هي مصلحه عامه تهم 4-5 دواور، ولكن نطلب مثلا من مسؤولين من قرنان ومن جملتهم الشركه كيخبد المساله غادي نلقى الحل ان شاء الله. روخا 2-3 ديال شحال اما قنقنضات واما بلا انا مش نسرح حيت واسيني تكحد مره. هذا هو نطلب مثلا المسؤولين يجوني مقرانا حتى الشركه مثلا تران طلب زعما كيخبد لوجه الله سبحانه وتعالى. دابا 3 نروح عند شحال ومشى نولي محضان، وكذلك زيد على ذلك تران مثلا تفض هكا ديال الوقت مثلا اغلب يزيد تفقني محضان اما 12 واما 25 24. ونطلب الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لحنجه تيموتن تما واجبو تم زوارو تنيغ نينشين تين كاروت اتصل الحوادث اللي توقع مؤخرا على اساس ميدوم غيني غي تما. بالنسبه للشين غانغ امشاني ليها غانغ بريدني و غانغي حنجه غادي مزيان باش راح نغير للمدرسه غانغي نجي الاشكال دام فقرا. فهمت؟ الله اكبر الحق. وشان شين تقول خاصنا الطاس لانه ما يمي غطاس الطاس التدخلات، ومع ذلك هو ديال هذه جن حاجت واه لا من ناحيه زي الساكنه النغيده يزدغنا لنا شين نضشا
ولا زي المسؤولين اللي نشين يدخلوا من زي السلطة المعنية اللي نشين نتشان نغذانيتها. ومع ذلك رخونت التانشين زي السلطة المعنية باش نغتازوش الحل وبريدني، لأنه قي بريدني خطاري تما نشين تعرضت غنغي حنجان ديم الزيان قطعنا الطاس غنغي تما الساكنة نغطاس غنغدا ديم الشهر الطاسي حنجان ديم الزيان مارا نشين خرخو الأمهات مارا يتما حنجان مارا خسر حادي غا مارا واتوي ماس ويقاشيها ميمي خرخو نشين حاليا تتارا غي تما زي السلطة المعنية باش هذا زي الحل ومشني لأنه نشين غنغا مشني يقصح سبوا الطاس وغان غطس السكينة غطس محضان ذي مزيانا غطس النودان يتم مؤخرا قد غطسرم زي الحديثة اللي ديني وقع انت مغاثني اقبرت وغادي نجي الحديثة مؤخرا اقبري ما نيني الصغير ونهارا قد تارا يتم زي المسؤولين شان تدخل هذا غافن الحلي ومشاني نمت تا المسؤولين يتم غاد خزان شان الحلي ومشاني لانه نشي نطاروان قد دعال قد شين غان نطاروان قد دعال بالنسبه وبريدني وبريدني يا غير نعاود حتى يا بريد تما طريق السيار اللي سني ديك كاين قوات جيبويا مني نورمال تقول لي دودان نورمال تقول لي دودان على اساس ما يمي اي ولا انت سدي حنجان دي مزيان قطع عندها بريدني قطع عندها بريد ماشينه فهمت انه مشى نقي تما ما دوم غيني غير تشكل خان الخطوره بالنسبه للساكنه غنغداني فيها تازي السلطه المعنيه بالامر هذا نتازو شل الحل وما نينيش الصغر